هؤلاء المنتخب يستاهلوا كل احترام وكل تقدير على اللعبة الذي بذلوه. واحد طر راسه، واحد كسر سنونه، واحد خصوه، واحد كل لعب قاتلوا قاتل قتال قتال مشوا قتال. ولا ملعوبة وبعيدة عودت عودت لا 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 والله ان الشعب اليمني كله فارح كله انا وانا بعد ما شفت المباراه والله انكم تستاهلوا كل تحيه وتقدير والله انه الحوثي 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 في صنعاء اقسم لهم فارحين